أهلا بحضراتكم. بتستمر المجموعة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية في جهودها الدولية لوقف نزيف الدماء في قطاع غزة وفي موسكو المحطة الثانية بعد بكين، واللقاء اللي تم مع قيادات في الصين أو اللقاءات المتوقعة مع قيادات في روسيا، الحقيقة بتقودنا لتساؤل مهم: لماذا بدأت هذه المجموعة الجهود الجديدة الخاصة بها لوقف التصعيد في غزة من هاتين الدولتين تحديدا؟ وربما الفكر في معالجة الأزمة يختلف بعض الشيء عن أزمات سابقة قياسا بالأطراف التي نتجه إليها كمجموعة عربية إسلامية. حول هذا الموضوع ينضم لي في الاستوديو الأستاذ هاني فاروق، نائب رئيس تحرير الأهرام. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور. الصين ثم روسيا، لماذا وليس مثلا أمريكا، إنجلترا، فرنسا؟ أولا بالنسبة للصين، الصين هي التي ترأس خلال الشهر الحالي مجلس الأمن الدولي. موقف الصين في دعم القضايا الفلسطينية موقف واضح وصريح، هو رفض عنف جيش الاحتلال الإسرائيلي والمجازر التي ترتكب. نعم. كانت الرسالة الصينية واضحة تماما تجاه مساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمجازر جماعية وجرائم حرب. أعتقد أن هذا التوجه هو التوجه الأمثل نحو القوى العالمية التي تنحاز إلى الصف الفلسطيني وتدين الجرائم التي ترتكب في كل ساعة وفي كل دقيقة. أيضا التوجه إلى روسيا في ثاني المحطات، روسيا من خلال المواقف المعلنة أبدت انحيازها بكل وضوح إلى الشعب الفلسطيني الذي يلقى ويلات هذه الحرب والدمار الذي لحق بقطاع غزة جراء الجرائم التي ترتكب باستخدام الأسلحة الفسفورية والأسلحة الفتاكة التي تعادل كما ذكرت التقارير قنبلتين نوويتين تقريبا. أعتقد أن التوجه إلى الصين وروسيا هو محطتين مهمين جدا في إطار الجهود التي تقوم بها المجموعة الوزارية العربية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية التي عقدت في المملكة العربية السعودية. لكن يا أستاذ هاني، يعني لو تصورنا أن الولايات المتحدة بطبيعة الأزمة الفلسطينية أو الحراك الفلسطيني دائما والعدوان الإسرائيلي متصل على فلسطين، كانت أمريكا دور فاعل نظرا لارتباطها العضوي الذي لا ينفصم في دعم إسرائيل للأسف في كل مراحل هذه الأزمة. ألم يكن ربما من الأفضل محاولة الضغط على الولايات المتحدة، أم إن إسرائيل في هذا العدوان الأخير تجاوزت كل الخطوط حتى لا ترضخ أو لا تستجيب حتى لرؤى الولايات المتحدة؟ هو إسرائيل تجاوزت كل الحدود، أيضا الإدارة الأمريكية خلال هذه الحرب التي تدخل يعني إلى أكثر من شهر ونصف تقريبا، مواقفها متباينة تجاه القضية أو تجاه الجرائم التي ترتكب تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل. أعتقد أن الإدارة الأمريكية في كل لحظة نجد أن هناك أكثر من بيان يخرج متضاربا، في لحظة نجد بيان يتم فيه دعم ما تقوم به إسرائيل من مجازر، وفي اللحظة ذاتها نجد تصريح آخر يخرج من البيت الأبيض تجاه أحقية الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وإقامة حل الدولتين. هناك تناقض في التصريحات الصادرة عن القيادة الأمريكية، هي تصريحات مخيبة للآمال. أعتقد أن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية لملف التفاوض أو الأزمة كان يعني مخيبا جدا. الولايات المتحدة الأمريكية أعطت السلاح لإسرائيل وما زالت تدعم إسرائيل. نعم. بالسلاح ودعما معنويا. أعتقد أن التوجه إلى الصين في المحطة الأولى كان مهما جدا، لأن الصين هي التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، وأن الصين هي التي تبنت مشروع قرار لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
أعتقد أننا من خلال المجموعة العربية والتحرك نحو الصين وروسيا هو تحرك صائب، كون أن الدولتين لهم يعني تأثير في الأوساط الدولية، وأيضا مواقفهم كانت واضحة بشأن رفض هذه المجازر التي تتم على أرض الواقع. أعتقد أن التحرك المجموعة العربية هو تحرك ملموس وتحرك واقعي يتسق مع المعطيات الموجودة على الساحة. أعتقد أننا في هذه الأثناء نلمس الجهود التي تقوم بها مصر في المقام الأول تجاه دعم الأشقاء الفلسطينيين، ومن خلال التعاون المصري مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية. طيب أي أوراق ضغط تملكها ربما الصين أو روسيا على إسرائيل؟ أوراق ضغط مباشرة على إسرائيل؟ أعتقد أن الملف التجاري أو الشراكات التجارية هي التي تلعب دورا مهما في هذا الإطار. العلاقات الاقتصادية تلعب دورا مهما أيضا، صادرات السلاح، صادرات التكنولوجية. هناك أوراق ضغط كثيرة جدا يمكن أن تؤثر بها هاتان الدولتين بخلاف السياسة أو بخلاف الصوت المسموع أو الصوت الذي تتبناه هذه الدول في المحافل الدولية، في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كونهما قوتان فاعلتان ومؤثرتان عالميا. أعتقد أننا لو نظرنا على أرض الواقع لتحرك الأساطيل إلى منطقة الشرق الأوسط، سنجد أن الصين أرسلت أسطولا إلى المياه بحريا إلى المياه الإقليمية في اللحظة ذاتها التي أعلنت فيها الولايات المتحدة عن إرسال أساطيل بحرية إلى الشرق الأوسط في بداية هذه الحرب. أعتقد أن روسيا أيضا تدعم وبكل قوة وقف الهيمنة الأمريكية على دول الشرق الأوسط، وخصوصا في ظل الموقف الأمريكي المتعنت تجاه روسيا في الحرب الروسية الأوكرانية. أعتقد أن المعادلة السياسية اليوم تتغير نحو وجود قوة عظمى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية في ملف الشرق الأوسط تحديدا، ووقف الاتجاهات الاستعمارية والداعمة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي. طيب أستاذ هاني، يعني الحقيقة إن المجموعة العربية تحديدا وربما حتى الإسلامية موقفها واضح من القضية الفلسطينية وعدالة هذه القضية، صحيح. لكن احنا بقالنا 75 سنة بنقول هذا الكلام، صحيح. هل في أزمة 2023 كان هذه التحركات، يعني أنا أقصد بالتواصل الشخصي أم بمزيد من المناشدات؟ يعني احنا جربنا الحقيقة كل الطرق الضغوط كمجموعة عربية، جربت كل طرق الضغوط، صحيح. من أول التواصل الشخصي وإلى مناشدات وعبر وسطاء ولكن لا ترضخ إسرائيل أو لا تعتد إسرائيل بضرورة إيجاد حل نهائي، صحيح. هل إحنا ما زلنا محتاجين لهذا التواصل الشخصي أن يتجه هؤلاء الوزراء بحقائبهم بمساعديهم بكل هذا أن ينتقلوا إلى هذه الدول ليجلسوا مع قيادتها ووزراء خارجيتها؟ أعتقد أن لو أردنا الحديث في هذا المقام تحديدا بعيدا عن المجموعة العربية، سنتحدث عن الدور المصري الفاعل في حلحلة هذه الأزمة ووقف العدوان على قطاع غزة. الدور المصري عبر مر التاريخ وعبر مر السنوات التي مضت في عمر القضية الفلسطينية هو الدور المحوري، ومصر هي الشقيقة الكبرى لدولة فلسطين والمساندة للأشقاء في فلسطين في كافة الأزمات. أعتقد أن السياسة المصرية والخارجية المصرية كانت واضحة في التعامل والتعاطي مع هذه الأزمة. يكفي أن عندما نسمع من تصريحات أن إسرائيل تقول أو القيادات الإسرائيلية تقول أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق دون وجود مصر، هذا دليل واضح على مدى فعالية السياسة المصرية وتواصلها مع جميع الأطراف. مصر بسياستها الخارجية تقدم نموذجا يحتذى به للسياسة العربية بشكل عام. أعتقد أن دعوة القاهرة لقمة القاهرة للسلام أو دعوة مصر لقمة القاهرة للسلام في بداية الأزمة ومشاركة أكثر من 32 دولة في هذه القمة كان رسالة واضحة للعالم أجمع وللمجموعة وللدول العربية بأهمية الدور المصري وأنه لا يمكن التخلي عن مصر في وجود أي مفاوضات. مصر في كل ما تقدمه اليوم ونرى له نموذج على معبر رفح
صحيح، واستقبال الأطفال الفلسطينيين. يعني هذا دليل على أن مصر تقدم دون انتظار. طيب أستاذ